شيخنا أحسن الله عليكم، محمد من فلسطين يقول أن هناك رقاة يقومون بالرقية ويستلمون مبالغ طائلة، وبعضهم أحسن الله إليكم يضرب هذا الذي يعاني من المس، وينسبون قولا للإمام أحمد أنه كان يضرب الذي يعاني من المس، وكذلك شيخنا الكريم يأخذون أجرا على ذلك، فيريد منكم توجيها عاما في هذا الشأن أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أن القرآن الكريم أنه محل للرقية والاستشفاء، والله تعالى يقول: قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. ولما لدغ رجل من الناس رقاه أحد الصحابة وقرأ عليه سورة الفاتحة، رقاه بسورة الفاتحة فقط، فشفي وقام وكأنما نشط من عقال وما به قلبة، يعني ما به وجع. وهذا يدل على عظيم أثر الرقية في الاستشفاء. فالرقية بالقرآن الكريم وأيضا بما ورد في السنة ونحو ذلك الأصل فيه الجواز، وهو يعتبر نوع من الإحسان، الراقي محسن إلى من يرقيه. وأما أخذ الأجرة على الرقية فهذا قد استشكله بعض الصحابة لما نزلوا على حي من أحياء العرب ولم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فأتوا إليهم قالوا: هل فيكم الراق؟ فقال أحد الصحابة ولم يكن يعلم من معه بأنه يرقي، قال: نعم أنا أرقي، ولكنكم لم تضيفونا فلن أرقي إلا بجعل. قالوا: وماذا تريد؟ قال: أريد جعلا من غنم. فجعل له قطيعة من غنم، فقرأ على هذا الرجل، على سيدهم، قرأ عليه سورة البقرة، يقرأ: الحمد لله رب العالمين، وينفث: الرحمن الرحيم، وينفث. فشفي تماما. فأعطوهم هذا القطيع من الغنم جعلا، فاستشكلوا كيف يأخذون أجرة أو جعلا على الرقية. فقالوا: إذن نذهب ونستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام للراقي: وما يدرك أنها رقية؟ الله، خذوا هذا الجعل واضربوا لي معكم بسهم. الله، تأكيد للحل. الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا يدل على أنه يجوز أخذ الأجرة على الرقية والجعالة على الرقية، وأن هذا لا بأس به. وهذا الحديث الصحيحين هو نص صريح في جواز أخذ الأجرة أو الجعل على الرقية، لكن ينبغي عدم المبالغة في ذلك، وأن يراعي الراقي أحوال إخوانه المسلمين. وما ذكره الأخ السائل من أن بعض الرقاة يأخذون مبالغ طائلة، فهذا لا ينبغي، هذا من الاستغلال، لأنهم يستغلون حاجات إخوانهم المرضى ويطلبون منهم هذه الأموال الباهظة، وهذا ينبغي تركه. إن تيسر أن الراقي لا يأخذ شيئا هذا هو الأكمل والأفضل. الله، إن أراد أن يأخذ شيئا لكن لا يكون يعني مبلغا كبيرا، وإنما مبالغ يسيرة ومعقولة مع مراعاة أيضا أحوال الفقراء، فهذا لا بأس به، لكن لا يبالغ الراقي في ذلك ولا يأخذ مبالغ كبيرة ممن يرقيه. وأما بالنسبة لضرب من يرقيه فهذا ينبغي تركه، لأن هذا الضرب قد يتسبب في آلام لهذا الإنسان، ربما يتسبب في أضرار، ثم أيضا ما يدريه، ربما لا يكون به ما يعتقد من المس ونحوه، ربما يكون في مرض نفسي. وكثير من الحالات التي يأتي أصحابها للرقاة يكون معهم أمراض نفسية، ويعتقدون أن معهم مسا أو أن بهم سحرا أو أن بهم عينا، والواقع أنها أمراض نفسية. ولذلك ينبغي أولا أن يذهبوا للطبيب النفسي، فكثير من هذه الأعراض تكون يعني تشتبه أعراض الأمراض النفسية مع أمراض العين والسحر والمس. ولذلك ينبغي ألا يجزموا بأنه مس، وهذا الراقي عليه ألا يضرب هذا الذي يرقيه، لأنه ربما يتسبب في أضرار، وربما أيضا يتسبب في إيلامه وهو على غير يقين. يعني عندما يرقي هذا الإنسان ما الذي يدريه بأن فيه مسا؟ ربما لا يكون فيه مس، ربما يكون فيه أمراض
نفسية، بل إن كثيرا من هذه الحالات هي بالفعل أمراض نفسية وليست يعني ليس فيه مس، بل إن حالات المس قليلة، بل ربما تكون قليلة جدا، حالات المس قليلة، وكذلك حالات الإصابة بالعين والسحر الأكثر أمراض نفسية، ولذلك ينبغي نركز على علاج هذه الأمراض النفسية. لكن هذه الأمراض النفسية تشتبه بالعين والسحر وربما المس أيضا، فالراقي عندما يأتي ويجزم بأن هذا فيه كذا، بعض المرضى يفرح بذلك لأنه يشعر يعني بأنه قد شخصه، وأن هذا بالإمكان أنه مع الرقية الشرعية أنه يتشافى، وربما بعضهم أيضا يكون هروبا من 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 واقعه، يعني ما يريد ان يقال معك مرض نفسي. صحيح. اذا قيل ان معك عين مثلا بالنسبه له تكون اكثر تقبلا. فبكل حال ينبغي للراقي ان يتاكد اولا من ان هذا الشخص انه ليس مصابا بمرض نفسي، وايضا لا يجزم بانه مصاب بالعين ولا بالسحر ولا بالمس، لان هذا الجزم جزم بامور غيبيه، لا، وليس هناك شيء يستطيع أن يقطع معه بأن هذا الإنسان فيه كذا، وإنما هذه أمور كلها مبناها على الظن، ولذلك ينبغي ألا يكون هناك ضرب لهذا المرقي. نعم.